مرحبا واهلا وسهلا فيكم لفيديو جديد واخبار جديده عن عالم الفلك. وراح نحكي بهذا الفيديو عن دخول الشمس لبرج العذراء الترابي ابتداء من 23 اب اغسطس وحتى 22 ايلول سبتمبر. خلال هاي الفتره واثناء تواجد الشمس ببرج العذراء كيف راح تكون الاجواء على الابراج 12؟ وخلينا نبلش ببرج الحمل. هذه الفترة جيدة لك يا مدير الحمل، هي من 23/8/22/9. لا تعمل أي شيء بدك إياه، الكاريزما موجودة عندك والأجواء جيدة لأي مبادرة وأي قرار، خصوصا على النطاق العملي. وأيضا في عندك اهتمام أكثر بالصحة ابتداء من 4 أيلول سبتمبر. بدنا نحكي إلى مولود الحمل أنه دير بالك على أمورك العاطفية، وإذا كنت من مولد شهر أذار مارس فلازالت الفرص العملية متاحة لك خلال هاي الفترة، واستغلها قبل ما تدخل الشمس لبرج الميزان. إلى برج الثور ووجود الشمس ببرج ترابي صديق لك يا مولود برج الثور، هاي الفترة تعد من أفضل الفترات عندك، فحاول تستغلها كثير منيح بأجواءها الإيجابية والجيدة والأحداث الداعمة لك. ممكن يكون في عندك سفر، ممكن يكون في عندك أحداث داعمة على النطاق العملي، خلينا نحكي، وعلى النطاق الشخصي وبشعبيتك وبحضورك. استغل هاي الفترة من 23/8/22/9 يا مولود الثور، لا تعمل أي شيء بدك إياه من مبادرات وقرارات. بنروح للجوزاء، والجوزاء ما بتعجبه وجود الشمس بزاوية 90 ببرج العذراء، وهذا اللي بيوتره صحيا وبيوتره أيضا على الناحية العائلية. فبدك تدير بالك يا مولود الجوزاء على وضعك الصحي، خصوصا انه رح يتراجع بشكل كثير ملحوظ ابتداء من اول ايلول سبتمبر. وكما بدك تدير بالك من المفاجآت والتغييرات، ورح تنشغل ببعض الامور البيتية والعائلية، ولكن هنالك فرصة متاحة من 4/22/9 لشراء بيت جديد او تغيير مكان الاقامة. إلى برج السرطان، ودخول الشمس لبرج العذراء مفيد لك يا مولود السرطان، وبرجعك لنشاطك ولأحداث إيجابية ممكن تتواجد عندك. استغل هاي الفترة يا مولود السرطان لبعض الأمور العملية لدعم دراستك، إذا كان في عندك امتحانات أو مقابلات عمل فرح تكون إيجابية، أيضا إذا بتسعى لسفر وأيضا تنقلات فرح تكون الأمور إيجابية وجيدة، خصوصا بالفترة المتاحة بين 4 وحتى 22 أيلول سبتمبر. من السرطان بنروح للأسد، والأسد بعد ما كانت الشمس عنده هلا راحت لو راح تروح لبرج العذراء، والأجواء راح تكون مملة نوعا ما مولود الأسد، يعني ما في تحركات ما في إيجابيات، خلينا نحكي إنه في عندك شوية توتر، في عندك شوية أجواء غير مريحة. دير بالك على قراراتك يا مولود الأسد وما تكون عاطفي، بالإضافة للمصاريف المالية راح تكون كثيرة، ولكن الحلو إنه راح يكون في عندك مبلغ مالي راح يدخل لحسابك ويحسن وضعك ابتداء من 4 ايلول سبتمبر. الى مواليد العذراء، والشمس عندك مولود العذراء راح تكون ايجابيه كثير، واحداث كثير راح تكون موجوده عندك. فبعد شهر من المصاعب والتوتر والتراجع، من 22 او من 23/8 بتبلش الامور تاخذ المنحنى التصاعدي ببعض الاحداث الايجابيه والاحداث الداعمه بالحظوظ وشعبيتك. وراح تكون الفتره الافضل لك يا مولود العذراء بين 5 ل 22 ايلول سبتمبر، حيث ان الزهره راح تنضم للشمس وراح تعطيك اجمل الالوان من جد وحضور وأحداث داعمة على جميع الاتجاهات. من العذراء بنروح للميزان، وبدك تستعد لفترة شوي سلبية مولود الميزان، خصوصا راح تكون الشمس ببيتك ال 12 وبرج العذراء، فحاول تنتبه على قراراتك ومبادراتك خلال هاي الفترة، حاول تبتعد عن المشاكل وعن القرارات الغير سديدة وغير حكيمة. فالفترة من 23/8/22/9 صعبة وفيها بعض التعطيلات وبعض التراجع الصحي، فحاول تدير بالك خصوصا بفترة الأسبوع الأول والأسبوع الثاني من شهر ايلول سبتمبر. الى مواليد العقرب، بعد ما كان مضغوط على العقرب بالكثير من الاعمال والكثير من الامور والمسؤوليات، هلا بتخف الضغوطات عندك يا مولود العقرب، وبحل محلها اولويه للامور العاطفيه وتلبيه الدعوات الاجتماعيه. اجواء جيده وروتينيه استغلها يا مولود العقرب قبل ما تدخل الشمس لبرج الميزان ابتداء من 23 ايلول سبتمبر. إلى مواليد القوس، والقوس وجود الشمس ببيت العمل بوترك يا مولود القوس، وبعرضك لبعض المشاكل والتراجعات العملية. فبدك تدير بالك خصوصا من 23/8 وحتى 5/9 على قراراتك العملية، ضغوطات كثيرة ممكن تأخرك بمكتبك لساعة متأخرة، ولكن الحلو بعد هيك رح يكون في بعض الفرص العملية المتاحة والمهمة لمواليد برج القوس، لازم يستغلها من 5 ل 22 أيلول سبتمبر أثناء انضمام الزهرة إلى كوكب الشمس
الشمس ببرج العذراء، فهنالك رح تعطيك أجمل الألوان، ولكن الضغوطات لا زالت ومستمرة بالتأثير عليك. الأمور الاجتماعية والعاطفية غير مهمة لك يا مود القوس خلال هاي الفترة. إلى مواليد الجدي، مواليد الجدي بدك تنتبه من الحوادث ومن التسرع بالقرارات. الفترة بين 23-8-22-9 ممكن تكون فيها حظوظ، ولكن بنفس الوقت بدك تنتبه كيف أنت تتصرف، كيف ردات فعلك، بدك تبتعد عن العدوانية. وأيضا ممكن يكون في سفر مفاجئ عند مواليد برج الجدي ابتداء من 3 أيلول/سبتمبر وحتى 18 منه. إلى مواليد الدلو، ومولود الدلو راح يستنشق الهواء بعد ما كان مضغوط جدا، وهذا بسبب تواجد الشمس مقابله ببرج الأسد. فابتداء من 23 آب أغسطس وحتى 22 أيلول/سبتمبر تتحسن أمورك يا مولود الدلو، وبصير في عندك هيك بعض الإيجابيات وبعض الأحداث الداعمة. استغل هاي الفترة لتحل مشاكلك، لتنجز أعمالك المتراكمة، وأيضا في بعض الدعوات الاجتماعية ممكن تكون موجودة عندك واللي ممكن تدعمك بشكل كتير كبير. أخيرا الحوت، أثناء تواجد الشمس بالعذراء هي فترة دائما صعبة لك يا مولود الحوت ومتوترة، فبدك تدير بالك على كافة قراراتك وعلى كافة أمورك خلال الفترة المتاحة بين 23-8 وحتى 22 أيلول/سبتمبر. فهي الفترة صعبة وفيها تحديات كثيرة على جميع الأصعدة العملية العاطفية والشخصية، فحاول تنتبه يا مولود الحوت وتنتبه على صحتك، هي أهم شيء. وممكن يكون في عندك بعض الفرص العاطفية والدخول بعلاقة جديدة وارتباط، خصوصا بالفترة بين 5-22 أيلول/سبتمبر. هاي كانت إذن توقعاتنا لدخول كوكب الشمس إلى برج العذراء ابتداء من 23 آب أغسطس وحتى 22 أيلول/سبتمبر. نتمنى لكم يوم سعيد، وإلى اللقاء بفيديو جديد. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم. يا مزاج.